فخورة جدا وسعيدة إنه أنا موجودة في البرنامج التدريبي الذي أقامته مؤسسة أنالاند في لبنان، وفخورة أكثر إنه أنا موجودة في لبنان البلد الشقيق والبلد العربي الحبيب والعزيز على قلوبنا جدا. أكثر شيء يعني مميز في هذا التدريب أنه وحد شبابنا العربي من مختلف الجنسيات على طاولة واحدة، يعني وحدهم على طاولة واحدة ليتحدثوا عن أحلامهم وعن أفاقهم بالمستقبل، وأيضا ليوحد جهودهم ويوحد آمالهم بأن يكونوا دائما شباب معطاء وشباب منتج وشباب مسؤول يستطيع أن يقوم بدوره المسؤول في بناء مجتمعه وبناء دولته. وأيضا أستطيع أن أقول أنه هناك الكثير من الخبرات التي استفدنا منها، سمعنا الكثير من المبادرات في بلديات عربية، بلديات في لبنان وبلديات في الأردن وبلديات أيضا في مصر وبلديات في تونس والمغرب. بالنسبة لنا هذه يعني التجارب التي سمعناها يعني تغنينا كثيرا، ونحن سنعود إلى فلسطين لدينا الكثير من التجارب الجديدة التي ممكن أن يعني نطبقها، ونتعاون مع أيضا مع مؤسسات الحكم المحلي والمؤسسات المحلية هناك لتطبيقها في فلسطين. يعني أستطيع أن أقول أنه سعيدة جدا أن أرى إخواني وزملائي العرب والفلسطينيين يعني بهذا الشغف للعمل وبهذا الشغف للعطاء، وأيضا أستطيع أن أقول أنه هم إن شاء الله سيكونوا على يعني على نقولها في الفلسطيني على قد الرهان، وأن الرهان وأثبتوا أن الرهان الحقيقي هو ليس على أي شيء آخر، الرهان الحقيقي هو على شبابنا، وهم يعني أمل المستقبل وهم بناة المستقبل. وأنا متأكدة تماما أن كل أحد من المشاركين سيعود إلى وطنه يعني يحمل الكثير من الأفكار، ويحاول أيضا أن يغير في بلده في مؤسسات الحكم المحلي التي يعمل بها أو في المؤسسات المجتمع المدني التي أيضا يعمل بها شيء أفضل يخدم في مجتمعه ويخدم في بلده، ويستطيع أن يعزز في دور الشباب أكثر ليكونوا قادرين أكثر على المشاركة الفعالة في أخذ القرار والمشاركة الفعالة في تعزيز الديمقراطية والمواطنة في بلدهم. فلسطين لها يعني دور مميز بالعمل مع الشباب مؤسسات الحكم المحلي. البلديات هناك في فلسطين، معظم البلديات أنشأت مجالس، معظم البلديات في فلسطين أنشأت مجالس شبابية، وهذه المجالس هي أيضا تمثل قطاع الشباب في كل محافظة. هذا أيضا يعني زاد من أهمية دور الشباب في البلديات، واليوم حتى ما التغيير الذي يحصل في المنطقة العربية، دور الشباب في المنطقة العربية أيضا يؤثر على دور الشباب في فلسطين. يعني هناك شعور بالمسؤولية العالية اتجاه قضيتهم واتجاه وطنهم، وبالتالي هناك إقبال أكثر من الشباب الفلسطيني على البلديات ومؤسسات الحكم المحلي للمشاركة بالأنشطة، وأيضا لتقديم الكثير من المقترحات التي تحسن من واقع مجتمعهم وواقع بلدياتهم وواقع المواطن الفلسطيني طبعا.